السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ملكه زيري. كنت اول مره تشاهدي لا فيديو ديالي، ما تنساش ديري لايك سبسكرايب اكيد باش يوصلك دائما الجديد ديالي. بالنسبه للناس اللي يسجلوا العضويه ديالهم معايا، ما عليكم غير تواصلوا معايا على الرقم ديالي اللي كيبان اسفل لا فيديو. بالنسبه لا كوموند ديالي البنات، باش ما نطولش عليكم، غير كيف ما عودتكم دائما اني كنبارطاجي معكم لا كوموند ديالي اللي كنتفع لشركه اوريفلام وكنتوصل بها. اول برودوي او لا اول عرض غادي نبارطاجيه معكم وهو كيخص الرجال. اول مره غادي نبارطاجي شي حاجه ديال الرجال في بدايه لا فيديو. بالنسبه لهاد العرض هذا اللي استفدت منه او استفدوا منه لي كليون ديالي، وهو عباره على واحد الباك لي متكامل كما كتشوفوا معايا، متكامل يعني فيه 3 برودوي وجاوني منه 2 كوموند. كاينه عطر سول، الا خديتي عطر سول ب 215 درهم كتستافدي من هاد الشامبوان اللي فيه جوج في واحد، منه شامبوان ومنه جيل دوش للرجال، وهاد ديودورون ديال سول، يعني واحد الباك اللي متجانس ومتكامل اللي ب 215 درهم فقط. جاوني منه البنات دو كوموند. ثاني عرض اللي عندنا في الكتالوج اللي هو سوفت كير، كريم سوفت كير للايدي. بالنسبه لهاد سوفت كير كاين كيسولوا بزاف البنات شنو الفرق بين هاد سوفت كير هذا اللي فيه الموف، اللي فيه عفوا فيه الموف واللي عادي. بالنسبه للسوفت كير الموف كيصلح غير اليدين فقط، سوفت كير اللي بالغوص كيصلح اليدين والاظافر معا. بالنسبه لهذا اللي كيصلح اليدين كيكون كريمي اكثر من هذا. بالنسبه للثمن ديالهم غير 22 درهم، واحد بروموسيون اللي زوين اللي كيفوق 60%. ثاني عرض عندنا في الكتالوج اللي وهو ليستيك اولا لي ديودورون اكتيفيل. بالنسبه لهاد لي ديودورون البنات زوينين بزاف بزاف بزاف. بغيتو تعرفوا الدور ديال هاد ليستيك الغوز وكاين فيهم مجموعه ديال ليستيك، غادي نخلي لكم اللين ديال الفيديو اللي شارحه على ليستيك، غتلقاوه في الديسكريبسيون لتحت اولا صندوق الوصف غادي تلقاو. بالنسبه لهاد ليستيك البنات راه دايرين لهم هاد الشهر غير 25 درهم، يعني واحد العرض اللي زوين بزاف بزاف. العرض اخر اللي استفدت منه انا في ايضا او استفدوا منه الكليانات ديالي اللي هو هاد الفون دو تان هذا ديوان. نفتحوا لكم تشوفوا هاد الشهر هذا اوريفلام خلاتونا بواحد الثمن اللي رمزي بزاف بزاف. بمجرد انك كدوزي كوموند اولا طالبيه ديال 200 درهم من الكتالوج كتستافدي منه غير ب 69 درهم، يعني واحد الثمن اللي صراحه ما غتلقايش فشي بلاصه اخرى. فون دو طون اللي زوين بزاف بزاف بزاف، راني ديجا بارطاجيت معاكم الفون دو طون في واحد لا فيديو، يعني مجموعه ديوان جديده كامله راه نخلي لكم اللين حتى هو في الديسكريبسيون لتحت. كاين عرض اخر لي في شركه اوريفلام دارت، والله حتى قلت لكم شي كتالوج غزال بزاف. العرض الثالث اللي هو جويس اوريفلام، قالت لنا الا خديتي من الاختيار ديالك جويس فيهم ثلاثه ديال الانواع، فيهم هاد جويس الغوز وجويس تيركوا وكاين جويس الفير. هادو ثلاثه العطور قالت لنا تختاروا وحده فيهم، الا خديتي وحده كتبقى لك 119 درهم الا خديتي بجوج كيبقاو لك 149 درهم فقط، يعني واحد الثمن اللي رمزي بزاف بزاف بزاف. يعني تقدري هذا العرض هذا ديما كنقولها تقدري تشاركوا فيه جوج صحابات ويستافدوا منه يقسموا الثمن. واحد العرض اخر غادي نبارطاجيه معكم اللي هو هاد الماسكارا. هاد الماسكارا ديجا انا بارطاجيتها معكم حتى هي في واحد الفيديو ديال لي ماسكارا، غادي نخلي لكم الفيديو ديالها توا في الديسكريبسيون، غنخلي لكم اللين ديالها. ماسكارا اللي خطيره بزاف 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 وسيرتو في هذا الفصل اللي حنا داخلين ليه الصهد، يعني واحد الماسكارا اللي زوينه بزاف. الثمن ديالها هاد الشهر غير 32 درهم، يعني فيها واحد بروموسيون اللي زوينه. هاد المره راه عقلت على الاثمنه ما عرفتش كيف طرح وجهها. كاين عندي هاد المجموعه هادي حتى هي فلا كوموند ديالي ديال لوف ناتور.
ديجا انا باقي ما درتش على لا فيديو، هي مجموعه متكامله للعنايه بالبشره. غادي ندير لكم فيديو عليها ان شاء الله من بعد هذا الفيديو. هذا غادي ننزل هذا الفيديو ديال هذه المجموعه باش تعرفوا على كل برودوي لاش كيغلق. بالنسبه لهذه المجموعه راه اثمنه مناسبه ما بين 39 42 49، يعني اثمنه مناسبه البنات باش تخلوا في البشره ديالكم. كاين عرض اخر اللي هو ديال هاد الجيل دوش، جيل دوش اللي عائلي، فيه تقريبا العبار ديالو 750 ميل، يعني حجم عائلي هاد الجيل دوش. هذا ريحته زوينه تتحمق بزاف وعليه اقبال اللي كبير بزاف 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 صراحه، وريحته زوينه راه كديري منه غير شويه تخرج لك بزاف بزاف. كاين هاد الفارا بوبيير صراحه غزال بزاف، انا كنت حاقره هاد لي فارا بوبيير قبل، كنت كنقول كيفاش غادي نستعملو حنا ولفنا لي باليت، مي جيت نشوف هاد طريقه الاستعمال ديال هذا خطير بزاف وسهل بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش يطابيو الفارا بوبيير. هذا سهل انك كدوزيه بحال كديري كرايون فوق عينيك، يعني سهل الاستعمال ديالو، والثمن ديالو واقيلا 49 درهم باش داير هاد الشهر. انا غادي نتاكد من الثمن قبل ما ننزل لا فيديو ونقول لك ونكتب لكم الثمن الا كان نفسه او لا. فيه بزاف ديال الالوان، هاد الفاروكوبيغ فيه بزاف الالوان. هنا باقي غادي نبارطاجي معكم واحد الحاجه، انا ما عمرني بارطاجيت معكم في الفيديو ديالي اولا في ديال لا كوموند ديالي، ما عمرني بارطاجيت معاكم الميني كاتالوج شنو كناخد من الميني كاتالوج، حيت دائما لا كوموند ديالي ما كندوزهاش من الميني كاتالوج. الميني كاتالوج البنات هو غادي نخليه ليكم في الديسكريبسيون باش تعرفوا شنو هو الميني كاتالوج. بالنسبه للناس اللي ما عارفين شنو هو الميني كاتالوج، هو واحد لي زوف كتعطيهم لنا اوريفلام اننا نقدروا نتقداو منهم، الا تقدينا منهم كنكون وفرنا على راسنا واحد النص بالنص ديال الكاتالوج. بالنسبه للميني كاتالوج للتذكير انه ضروري خاصك دوزي 40 نقطه من الكاتالوج عاد تستافدي من عروض الميني. انا هنا في هاد لا كوموند هذا راه دوزت كثر من 40 نقطه بطبيعه الحال. اي هاد الميني هذا قدرت نستافد من هاد دو زارتيكل اللي كيبانوا لكم هنايا. هاد دو زارتيكل ديالاش ديال الزغب، اباراي ديال الزغب، راه ديجا بارطاجيت معكم انا لا فيديو ديال هاد لاباراي هادي اولا هاد الاله هادي، راه زوينه 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 البنات. الناس اللي عندهم الزغب في وجههم راه زوينه كتحيد الشعر من الجذور ديالو وسهله الاستعمال البنات، والثمن ديالها ما تيفوقش 29 درهم. وهانتي مهنيه من الزغب اللي في وجهك. بالنسبه لا كوموند ديالي ما غاديش نقدر نبارطاجي معكم للاسف الكادو ديالي، علاش؟ حيت وقع لي واحد المشكل فيه اللي وهو انهم وصلتني لا كوموند اولا الكادو ديالي وصل لي مهرس، ودرت ريكلاماسيون ورجعتها للشركه باش ترد لي كادو جديد، يعني نفس الكادو غير تردوا لي مزيان ماشي مهرس. فلهذا ما بغيتش نخلي لا كوموند عندي حيت ضروري خاصني نفرق على الناس على الكليان ديالي، فلهذا قلت نصور لكم لا فيديو. اي الكادو نقدر نصوره لكم من بعد اولا نوريكم غير الكادو اللي خديت انا من شركه اوريفلام في هذه التصويره هذه كما كتشوفوا هنا. بالنسبه لاوريفلام قالت لي دوزتي لا كوموند 125 نقطه كتقدري تستافدي من واحد ما بين هاد لي زارتيكل اللي كيبان لكم هنايا. انا تقريبا كلشي عندي اولا بالاحرى ماشي كلشي عندي، وانما عجبوني داك الكيسان حيت ديجا كنت خديتهم شحال هذا في واحد العرض. اي بغيت نكمل الانصومبل اللي فيه 12 نورمالمون، هما فيهم 6 وكيسان ديال الكريستال يعني زوينين ثقال يعني زوينين بزاف، فلهذا فضلت انني ناخذهم. للاسف كي قلت لكم وصلوني مهرسين، مي ماشي مشكل اكيد غادي اوريفلام غادي تستجب الطلب ديالي وغادي تبدلهم لي بوحدين مزيانين. كنتمنى البنات اني ما نكونش طولت عليكم لا فيديو وتكونوا استفدتوا من لي بروموسيون اللي كاينين وشتوهم، ممكن ما تكونوا ما رديتوش ليهم البال في الكتالوج او في البي دي اف.
اي نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم.